هنا حتما سنتسلى معا. واو، اهلا بك. ساعرفك على مكونات الحاسب الالي. انا اسمي الشاشة، وهذه هي لوحة المفاتيح تقوم بادخال الاوامر للحاسب الالي. أما هذا فهو الصندوق المعدني، ويحتوي على وحدة النظام، وحدة المعالجة المركزية، ووحدة الطاقة، ويحتوي على محرك الأقراص. وهذه هي الطابعة تقوم بإخراج نسخ ورقية مطبوعة. أما هذه هي الفأرة لتبدأ التعامل مع الحاسب الآلي. هيا هيا بعطيها. أنت الذي تطرق على رأسي وتتمشى بين مكوناتي. إذن سأخبرك من أنا. أنا لوحة الأم، وأنا لوحة إلكترونية في العديد من الشقوق والمنافذ كما ترى. أحمل معظم مكونات وحدة النظام مثل المعالج والذاكرة. أحمل أيضا المنافذ المختلفة لوحدات الإدخال والإخراج، كما أحمل الكروت المخصصة للأجهزة المادية. أنا الرام، وأنا الذاكرة الأساسية في جهاز الحاسب. حاضر أن تعطي مكوناتي، فبدوني لن يعمل جهاز الحاسوب إطلاقا. أهلا أهلا، نحن عائلة الكروت. أنا كرت الصوت. وأنا كرت الشاشة. وأنا كرت الفاكس أو الموديل. حاضر أن تنزلق في أسواقي. نحن عائلة المنافذ للأجهزة المتصلة بالصندوق المعدني.
حاضر حاضر أن تؤذيك أجنحتي، اتعب بحضرك من أنا المروحة، أعمل على تبريد درجة حرارة المكونات. أنا المعالج، وأنا بمثابة الدماغ بالنسبة لجهاز الحاسب الآلي. يكفي ما تعلمته اليوم يا صغيري، اذهب إلى ابدأ إيقاف تشغيل الكمبيوتر، وضع الاستعداد. إلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم.